لحم ودم زينا أبطال وعاشوا وسطنا والضعف فيهم والألم ولا شيء زيادة عننا لكن إيمانهم بالإله ده كان علامة في عمرهم كانوا شداة وسط العداء ولا حتى نار تهمهم وكلامنا اليوم ده عنهم ده شيء بيشجع قلبنا تعالوا نسمع اللي جاي ده الدرس لينا كلنا أبطال وعاشوا وسطنا أبطال وعاشوا وسطنا تصدقوا ده الواحد بقى ياما ما ضحكش كده بس اللي سافرت يا عم بس مش مهم المهم انك رجعت لنا بالسلامه صدقوا انتوا وحشيني جدا الله صحيح هو رامز فين انا ما شفتوش من ساعه ما رجعت من السفر اه صحيح ده كان رامز مش بيفوت ولا اجتماع رامز مين يا عم رامز من بعد ربنا ما كرمه ما حدش بقى بيشوف وشه ده حتى ما بيجيش الكنيسه رامز اللي ما كانش بيفوت ولا اجتماع في الكنيسه ما بقاش يحضر خالص ليه كده ما احنا كده في الظروف الصعبة بس بنحتاج لربنا بنشوف ناس كتيرة بتعرف ربنا طول ما هي فقيرة وعندها احتياجات ولكن في وقت الراحة والرفاهية بينسوه ويبعد عنه وبنشوف ناس كانت كويسة وماشية مع ربنا لحد ما ربنا يكرمها ويبتدوا يبعدوا ويتكبروا وينسوا يشكروا ربنا هنسأل السؤال ده يا ترى ربنا بيزعل مننا لما نجيله بس وقت الاحتياجات والأعواز وليه الإنسان بيتكبر لما المشكلة تتحل والظروف تتغير وليه الإنسان مش بيعرف يتجاوب ويتعامل مع إكرامات الله وإحساناته له وباستمرار ينسبها لمجهوده الشخصي وطاقته الشخصية هل ربنا يمنع يدي عطايا لأنها خطر علينا ولا البشر يبطلوا يطلبوا إن هو يكرمهم هو ده موضوع حلقتنا النهاردة في برنامج ناس زينا وعنوان الحلقة اوعى تنسى وتتغير هنناقش الموضوع ده من خلال شعر وحوار شيق وترنيمة جميلة تعالوا نشوف مع بعض شاعرنا الكبير نعيم عاطف بيقول لنا ايه عن الموضوع ده واحد من طول ما كان محتاج كان منكسر متواضع قاعد يصلي ويبتهل وليل نهار راكع ولما نال احتياجه لا كنيسة راح ولا جامع ونسي الغلابة وارتفع وكأنه مش سامع يا رب غط احتياجي سدد ما يلزمني وملاني شكر لجلالك ساعة ما تكرمني وافضل على عهدي دايما خاضع ومستني أركع وأخفض جبيني ولا يرتفع جفني ما كل خيرك وفضلك عمره ما كان مني هل شعر معايا اننا محتاجين نتعلم ننكسر قدام ربنا ونتواضع ونقول له املاني شكر لجلالك ساعة ما تكرمني ما كل خيرك وفضلك عمره ما كان مني تعالوا نسمع الحوار ده ونشوف الشباب ونقاشهم مع دكتور شادي جورج يا جماعه محتاجكم تصلوا لي جدا عشان عندي امتحان يا ابني ما انت كل مره اصلا بيبقى عندك امتحان بتقول صلوا لي وفي الاخر بعد ما بتنجح ولا بتحل كويس يعني المفروض يعني الامتحانات بس يا ايميلي هو في كل حاجه كده اول ما يتزنق يفتكر بقى ربنا والكنيسة واحنا بنشوفك في الاجتماعات غير وقت الزنقه والامتحانات وقت الامتحانات كمان تلاقيه عامل قعده صلاه أيوه. انتوا كلكم عليا يعني المفروض ما تطلبش ربنا وقت الزنقه يعني ولا اعمل ايه يعني ما هو المشكله ان انت ما بتطلبوش غير وقت ما انت تبقى مزنوق اول ما الدنيا تبقى سهله بقى ولا بنشوفك في الاجتماعات ولا بتصلي ولا الهوا وتحط عطا كتير هي امتحانات بيزود العطا في وقت الامتحانات لا ده العطا عموما بيزيد في الكنائس كلها وقت الامتحانات يعني وقت الثانويه العامه ده وقت السيزون حلو للسبوبه حلوه للعطا والناس عشان الواد يعني في داخل الثانويه العامه يعني ما اطلبش ربنا في وقت الامتحانات في وقت ما انا اكون محتاجه بس استنى هو ده الاتهام بتاعك موجه ليك انت بس ولا هم برضو زي حالاتك كده بالامانه يعني ولا يعني عشان اتزنقوا وسطكم وقال لكم صلوا لي كلنا كده ها تهيألي كلنا كده انا ما امتحنش انت خلاص خلاص تفتكروا ربنا بيزعل لما نكون واخدين نفس الاتجاه بتاع ستيفن كده ساعه الازمه نروح له وبعدين ننساه بيزعل لما بنروح له بيزعل اعتقد لا يعني لان هو عايزنا ان احنا الوقت اللي احنا
مزنوقين فيه والوقت اللي احنا مضغوطين فيه ان احنا نروح. اه ليه؟ لان هو بيحب يتعامل معانا بالطريقه دي، مش هو بيتعامل معانا علاقه الاب بابنه. فاعتقد انه لو في حاجه مضايقاني هروح اقول له، لو في حاجه انا مزنوق فيها هروح اقول له، لو في حاجه انا محتاجها هروح اقول له. ايوه بس لو يعني لو انت باباك بتتعامل معاه كده اكيد هيجي عليه. لو انت واخوك مثلا وانت بتتعامل مع باباك كده واخوك لا، اكيد باباك هيحب اخوك اكتر منك. اه انتوا الاثنين ولاده، بس اكيد هيحب اخوك اكتر منك عشان هو ما بيعملش معاه كده. هذا عشان بابا ارضي، يعني البابا الارضي ما ينفعش يكون البابا السماوي. ممكن البابا الارضي يتاثر بردود الافعال، لكن الاب السماوي يحب قوي قوي الناس لما تروح له عشان يديها، لانه هو كريم معطاء، فبيحب اي فرصه يظهر. فانت ما تروح تطلب منه بيدي، لانه هو كريم وبيحب يدي. المشكله الاخطر امتى بقى؟ او مش الاخطر، المشكله امتى؟ اللي بعد ده علامه ايه؟ كبرياء. ممكن تكون كبرياء ان انا يعني في الوقت اللي انا محتاجه فيه ان انا عايزه ربنا يبقى جنبي، فبصلي بقى واعمل نفسي مكسور بقى وكده. وبعد كده خلاص بقى ولا كنا نعرفه بقى يعني. زي القطط بياكل وينك. زي القطط بياكلوا. انت عندك قطه؟ هو انا لوحدي يعني القطط؟ ده تهم ظالم للقطط الحقيقه، لان احنا عندنا قطط بياكلوا ما بينكروش. مش انا لوحدي اكيد اللي بعمل كده، كل الناس بتعمل كده. ليه طيب؟ علشان احنا بنبقى محتاجين ربنا كتير. ده الجزء الايجابي، بروح لربنا. ليه انا بنسى؟ خلاص وصلت الحاجه اللي انا عايزاها. بنشغل بقى في الحاجه نفسها اللي جات لي. بنشغل دي قضيه. ايه تاني؟ بوصل عندي نسيان. انا انسان، طبيعه الانسان ينسى دايما كل عمل ايجابي اتعمل له، يفتكر دايما كل عمل سلبي اتعمل له. احنا كده بشر بننسى كل شيء طيب اتعمل لنا، ودايما بنفتكر ونعدد الاشياء السيئه. ممكن اكون بركز على العطايا بتاعت ربنا نفسها وبنساه هو. بركز على العطيه اكثر من العاطي. تمام. لكن في جزئيه مهمه جدا هي يتكلم عنها كتاب كتير، هي قضيه الشكر. الشكر يبقي الانسان في دائره الامتنان، يعني انا ممتن لعمل الله، مش انا رحت له فاداني حاجه فيعني طلبت منه فاداني وخلصت. لا، يفضل الشكر. الشكر بيخليني دايما ممتن، عندي احساس ان ربنا عمل فيها جميله. هذا الاحساس لو استمر مع الانسان ما خلوش ينسى. احنا دايما بننسى قضيه الشكر دي. طب هو ربنا يعني محتاج لنا ان احنا نروح له ونطلب منه ونشكره كمان؟ لا لا، مش محتاج لشكرك، ولا محتاج انك تقول له شكرا، ولا محتاج لاي حاجه منك خالص. دي علاقه انت عاوز تبين له فيها انت قد ايه بتقدر اللي بيعمله معاك. ده جانبك انت مش جانبه هو. هو مكتفي بذاته، بس هو عايزك انت اللي تكون انت اللي تحس قد ايه هو تعامل معك. الاحساس بالشكر مهم جدا فيما يتعلق بعطايا الله. اوقات كتير يا دكتور بيحصل مع ناس، يعني ناس اعرفها انه في بدايه حياته كانت الدنيا مزنقه معاه ومحتاج ربنا، او يصلي ربنا وهو يكون بيخدم كمان وبيتحرك في الخدمه، ويصلي ربنا يقول له يا رب انت بس لو اديتني حاجه معينه انت الحاجه دي هتساعدني قوي في الخدمه، وهعمل وهعمل وهعمل، وبعد ما ربنا يكرمه وينسى خالص الخدمه وينسى خالص ربنا. ويمكن بتعدي اوقات كتيره قوي انه يقعد مثلا بالشهر والشهرين ما يروحش اجتماع. طب حللوه بقى، ده موضوع يعني حقيقي الى حد كبير وبيحصل مع ناس كتير. طب حللوا الموقف ده، ليه تتصور بيحصل كده غير انه بيضيع منه حاله الامتنان اللي هي حاله الاحساس بافضليه عمل الله في اتجاهي؟ ايه تاني؟ متهيألي يكون وصل خلاص اللي هو عايزه، يعني كان عنده اهداف معينه وصل لها وخلاص. محتاج حاجه تاني يعني؟ نقدر نقول كان دافع الخدمه عنده دعوه ولا؟ لا، ما اعتقدش اللي يبقى عنده دعوه يبقى بيتكبر بعد كده او خلاص يبعد عن ربنا بعد ما الحاجه اللي عايزها يوصل لها. يعني برضو نشك في قصه الدعوه الحقيقيه. لكن في قضيه مهمه جدا، ان الاشياء نفسها الجديده لها سلطان. الاشياء لها سلطان. زي ما الواحد بيشتري، عيل صغير لو اشترى بسكليته مثلا تكتشف انه في فتره كده ان مش هو صاحب البسكليته، ان البسكليته هي اللي صاحبته، يعني هي صاحبه السلطان. تنسوش ان الاشياء لها قوه في حد ذاتها. العربيه بقت ليها قوه، الممتلكات بقى ليها قوه. فهو مش هو يملك الشيء، بقى الشيء يملكه. دي حته مهمه جدا ما بناخدش بالنا. ساعات الطلبه اللي بتقعد واحد يصر عليها بتملك الانسان مش الانسان بيملكها. طب احنا نعمل ايه يعني؟ لو يعني طب ما انا لازم هنبسط بالحاجه اللي جات لي دي. امتى احس انه في مشكله؟ امتى احس ان الموضوع هيقلب انه الحاجه دي بقت هي اللي ممتلكاني مش انا اللي بمتلكها؟ برافو عليك. شوفي قد ايه قلت. يعني انا بتصور ان
يعني حاجه زي الفيسبوك يعني هم قالوا يعني ايه اله؟ يعني ايه اله؟ الاله اللي هو بتحبه اكتر، بتسمع كلامه اكتر، وبتقعد معاه اكتر. اي حاجه في الدنيا بتعمل الثلاث حالات دول بيت ايه؟ بيت ربنا في حياتك، بتحبها اكتر، تقعد معاها اكتر، تسمع كلامها، يبقى هي دي اله. يعني عايزه تقولي لي النهارده الفيسبوك مش اله؟ الناس تقعد معاه 9 ساعات وتسمع كلامه وتحبه وما هم مربوطه له اله. انا امتى ادرك؟ انا اقدر اعرف، انا اعرف قلبي فين، اقدر اعرف امتى تحولت العطيه الى سلطان، ركبت فوق دماغي. فاتصور ان في جزء من حكايه ان الممتلكات والغنى، الغنى كمان نخش تحت دوله المال، المال ليه سلطان خطير جدا يخلي الانسان يركبه، يعني يركب الانسان. مش كده قال رب يسوع عليه ان هو اله، وهو الوحيد اللي قال عليه يا لا يستطيع عبد ان يخدم اما الله وال او يعني سايد باي سايد، الاثنين زي بعض، فده اله. فمرات الواحد يعني يبقى لما يكون غلبان، دي قصه متكرره، لما يكون مكسور غلبان في احتياج دائم تلاقيه متواضع، اول ما ينتعش غالبا المال ركبه، يعني ما بقاش حر. يعني المفروض بقى كده ان احنا بقى ما نصليش ولا نفكر ان ربنا يكرمنا، لان احنا لو فكرنا في ده ممكن الموضوع يجي بطريقه عكسيه، يعني نقول ايه اللهم احفظ الفقر واحمينا فيه. مش بس موضوع الفلوس بقى، احنا ما نطلبش راحه في اي حاجه، لو احنا عيانين ما نطلبش ان احنا نخف، لو احنا عندنا زنقه في الشغل ما نطلبش ان احنا الزنقه دي تتفك، احسن لو الدنيا ارتاحت احنا كمان ننسى ربنا. يعني هو دايما في الحوار دايما بتحبوا تمسكوا يا اول المسطره يا اخر المسطره، يعني الطرف الاخر، يعني يا نطلب وناخد يا ما نطلبش خالص. ما هو ما فيش وضع مريح، يعني ما هو لا كده احنا مرتاحين ولا كده احنا مرتاحين. القضية هو انه العطايا اذا بعدتني عن العاطي، العطايا اذا حولتني الى انسان اناني. واحدة من ضمن الحاجات ان العطايا خلت اللي انت حكيت عليه ده اصبح انسان اناني في حياته، نسي البعد الكبير بتاع اللي هو موجود من اجله، اللي هو زي ما انت كنت بتقول كان خادم. عاوز اجيب مثل لواحد بالذات في القضية دي اللي هو مردخاي. مردخاي لما أكرمه الملك إكرام غير عادي، وبالقصة الجميلة دي بتاعت التوقيتات وإزاي ركب على الحصان وخد التاج وكل هذه الإكراميات ولف بيه الراجل البلد وبتاع، بعد هذا الإكرام الشخصي منسيش إنه هو صاحب رسالة لإخواته، فرجع قعد في نفس المكان قدام الباب بتاع الملك، رجع منسيش هذه الأشياء، ملهتوش عن القضية اللي عايش من أجلها شعبه. فرغم الإكرام ورغم الأشياء اللي خدها ما تهشي عن دوره، الأشياء ما خلتوش بعد عن المعنى بتاع الحياة الأساسي بتاعه. هذه القضية إن مرات الراحة تكون هدف في حد ذاتها، تدخلني في دائرة أنانية شديدة وبقول من حقي أرتاح، وأنا من حقي أرتاح فعلا، لكن مدام طلبت بقى وأقعد بقول من حقي أرتاح من حقي أرتاح، بعد شوية بلاقي نفسي ضاقت عليا الدنيا خالص وانا اهم واحد، وبنسى دوري اللي من اجل الاخرين، فبخرج من دائره كنت متواضع ومتاح بين ايدينا الله، اصبحت عندي طلبات وعندي معطيات خلتني اعيش لوحدي. طب ولو ده حصل ادور على طريقه بقى اتخلى بيها عن الراحه اللي جات لي دي؟ انا ما اقدرش اقول كده، انا اقدر اقول كل واحد في يقدر يفهم فين العقبه، أصل مرات مش العطية في حد ذاتها، لكن استخدامنا للعطية هو ده، دي النقطة. يعني لا محدش ما أعتقدش إن أقدر أقول مثلا الفيسبوك حرام، لكن استخدامنا للفيسبوك هو دي القصة، استخدامنا للشيء هو ده اللي بيحاول. كل عطايا الله صالحة، لكن هل تبقى صالحة أو غير صالحة متوقف على استخدامي ليها. العلم من عطايا الله، استخدمتها إزاي؟ عملت بيها أنابل وعملت بيها مدافع، لكن أساساً العلم والمعرفة من ربنا. فجاتني العطية صالحة استخدمتها بطريقة مش صالحة، رغم أن العطية في أصلها صالحة. فهذه القصة أني أنا عايش بطريقة معينة ما كانش عندي، طلبت ربنا اداني، وأنا بستخدم العطية دي باخد بالي هل ما زالت العطية تستخدم لمجد اسمه، هل ما زلت على يعني لا أعبدها، أنا بعبد العاطي مش هي دي، بقى حاجات شخصية، ما فيش قانون عام، كله شخصي.
طب انا عندي سؤال في موضوع عطيه الغنى، ليه رب يسوع قال انه ما اعسر دخول غني لملكوت السماوات؟ ليه قال كده؟ هو طبعا كويس ان قال دي في لوقا 18، لان في لوقا 19 في الزكاة يعني هو قال الكلام ده. فبنشوف غني وغني، وغني دخل وغني ما دخلش، يعني هي مش قصة يعني مطلق. الفكرة بيقول ان ذوي الاملاك، قال عنهم ذوي الاملاك او المتكلين على الاموال، دي المعنى الاخر زي ما بيتكلم في تيموثاوس، يقول له غير يقينية الغنى، الناس المتكلين على غير يقينية الغنى. في ناس حط قلبها بالكامل وتثق، لان المال قادر، المال اله وقادر، تقدري تشتري وتقدري تبيعي وتقدري تغيري زمم وتقدري تقيمي حروب وتقدري زي ما انت عايز، المال فيه قدره. ودي حاجه من الحاجات اللي بتشبهه بربنا، انه فيه قدره في حد ذاته، اللي معاه فلوس يقدر يعمل شويه حاجات كتيره، اللي قلبه على الحاجات دي ما يجوش الاثنين مع بعض. ففي المال قدره. انا عايز اقول يعني حاجه مهمه، يعني لازم كلنا نقول هنعيش زي من غير فلوس؟ مش ممكن. بس الفلوس لها طبيعه، لازم نتعامل معها. مثلا احنا بنتعامل مع العناصر المشعه ازاي؟ نطفي علبه رصاص ونستخدمها، والعناصر المشعه مفيده جدا في حياتنا الانسانيه في العلاج مثلا. اذا المال زي نفس الفكره، بس ليه طبيعه، لازم يتعامل بطريقه معينه، يعني لازم يبقى في جيبي وانا سيده، مش يبقى في جيبي هو سيدي، فهو ليه طبيعه معينه. لو الواحد بقي سيدي يبقى صعب ان انا اخش ملكوت السماوات. طب انا عندي سؤال، لو اتفضل بس على الفلوس برضو تاني. لا، لو دلوقتي ربنا بيتضايق من الكبرياء اللي بيحصل بعد ما باخد الحاجه اللي انا عايزاها، فممكن بقى يقول خلاص يبقى احنا نخلي الانسان دايما متواضع، يعني الحاجه بقى ما ياخدهاش عشان يفضل متواضع بقى ويطلبني على طول؟ يعني يا ربنا يجعل الناس متواضعين غصب عنهم، وربنا يجعل الناس بيحبوه غصب عنهم، لان الكبرياء بيضايق. الحرية مبدأ أساسي في اختيار شكل الحياة اللي انت عايزة تعيشيه، وربنا محافظ على المبدأ ده. وهل يا دكتور معنى فلن يكرهك أن تكون متواضعا؟ نعم. هل يا دكتور معنى أنه مثلا في احتياج في حتة معينة أو ربنا مش عايز يديني عطية معينة، هل معنى كده أنه عارف أن أنا لو اداني الحاجة دي أنا مش هستخدمها صح أو أنا هتكبر؟ ممكن. طب يعني لما أنا لقي عندي ممكن عاوز أعرف، ممكن لما لقي عندي نقص في حاجة، لما لقي عندي ضيق في حاجة، أصلي ولا ما أصليش؟ أطلب أنه الحاجة دي تبقى تتحسن ولا لا؟ لا طبعا، صلي واطلبي. طب ما هي ممكن لو هو جابها لي كده اتكبر. ليه؟ مين قال كده؟ مين قال ان في ناس ما جالها عطايا وتكبرت؟ يا ناس بيجي لها ربنا بيديها وبتعرف تعيش افضل وبتعرف تخدم افضل وبتعرف تبقى حياتها مكرسه اكتر. مين قال كده؟ طب احنا نضمن منين بقى؟ نعم، نضمن منين الموضوع ده؟ مش تضمن، كل واحد بيقيس حياته بموقف، كل حياه غير الثانيه. روح الله جوايا يساعدني على ان اعيش صح، يعني مش لازم نبقى في علاقتنا واحنا بنتعامل مع ربنا حتى واحنا بنطلب. انا عايز تتعلم تطلب منه زي ما بتطلب من ابوك، وما تخافش وما تحطش، يقول احسن يحصل مش عارف ايه، هيبعت لك، يبعت معاها العطيه، يبعت معاها مسؤوليه، واشيل بالمسؤوليه العطيه وتمشي الامور، ما تخافش. العلاقه حلوه، وربنا عايزنا نكون مبسوطين، وعايز حياتنا يبقى ليها معنى، مش عاوزنا نبقى يعني ماشيين جنب الحيط ومن كده مؤمنين اهو. لا مش دي قصة، يعني ربنا عايزنا نكون مبسوطين. ايه طبعا، انا احب اخش ابص على العيله ليهم عم مكلضمين في البيت، مش ممكن. بس مش مبسوطين بمثلا بشوكولاته، مبسوطين لا مبسوطين بعلاقه حلوه، مبسوطين برساله، مبسوطين بمعنى حياه، حاجه حلوه كده. هو ممكن بعد ما يديني حاجه طلبتها منه وما شكرتش عليها ياخدها مني تاني؟ لا لا لا، هو مش ناظر مدرسه. مين قال لكم متخيلين ان ربنا حاشا لالهنا ان احنا نقول الكلام ده؟ ما نفعش هاتها، مش كده. طب ولو كررت نفس الغلطة، يعني كل مرة بغلط نفس الغلطة؟ هو طويل الروح، محبته كبيرة قوي، يعني عارف أن كل مرة هتكبر وبيسيبني بقى. اختباراتكم بتقول ايه؟ صليتوا في امتحان ده وقف معانا، ونسيناه سنة وسجينا امتحانات صلينا وقف معانا، صح؟ ساعات بيدي أكتر أصلا من اللي احنا كنا طالبينه. يعني لا كريم، يعني تشجعوا، اشكروا، افتكر عمل الله معك واشكره من أجل الأعمال اللي بيعملها معك. ده معناها أن أنا ممتن لعملك في حياتي، أنا ممتن جدا للنعمة، أنا شخصيا، لأن أنا جيت من خلفية مش إيمانية، وأصحابي منهم ناس كثيرة ماتت ما تعرفش رب يسوع، فأنا ممتن جدا للنعمة في حياتي. عشان كده أي حاجة تانية
قدام نعمة معرفة ربنا يسوع المسيح ما تسويش بالنسبة لي. أنا ممتن دايماً أقول له أشكرك، أنا مين علشان تخليني ابن لك، أنا مين وأنا أصحابي اللي كنت بحبهم بعض منهم فارق الحياة هو ما عرفكش، أنا مين إنك تديني الفرصة دي وتخليني ابن ليك وتستخدمني، أنا مين؟ أمين. نشوفكم بقى على خير بعد ما تشربوا الحاجة الساعة. اتعشيتوا؟ اتغديتوا؟ الغداء جاهز. بعد الحوار الشيق عرفنا إن الرب ما بيزعلش من إننا نلجأ له وسط المشاكل والأعواز، لأنه أب كريم وبيحب إنه يكرم ويعطي لأولاده. وعرفنا كمان إنه لو وجد إحساس الشكر عند الإنسان هو ده اللي هيحفظه في حالة الامتنان الشديد لله ولعطاياه. وفهمنا إن السبب الرئيسي للمشكلة دي هو إن الأشياء والطلبات والممتلكات أصبح لها سلطان على الإنسان. وده اللي حصل مع ناس زينا سماهم المسيح ذوي الأملاك، ودول حطوا قلبهم على المال رغم إنه عطية صالحة من الله، لكن المال تحول لسيد عليهم. وفهمنا كمان إن اللي بيخلي الإنسان يتواضع وما يبعدش عن الله بعد ما يكرمه هو إن يكون بيدرك رسالته ودوره، وده اللي حصل مع واحد زينا وهو مردخاي، اللي رغم إن الملك أحشويرش أكرمه إكرامات غير عادية ووصل مقامه للتاني في كل مملكة فارس، لكنه ما نسيش رسالته ولا دوره لخدمة شعبه، والغريب إنه رجع تاني لوظيفته الأساسية على باب الملك. عزيزي المشاهد، أطلب من الله كل طلباتك، أطلب منه كالآب بشجاعة وبدون خوف، لكن كمان أطلب مع طلباتك تواضع وفهم، والأهم كل شكر وامتنان لنعمته، وده اللي هيحفظ حياتك قبل الطلبة وأهم بعدها. ما تكونش الطلبة معطلة ليك، لكن تكون دافع لحياتك وتقربك من الله أبوك. هنسيبكم مع آخر فقرة هنختم بيها حلقتنا اليوم. هنسمع ترنيمة جميلة بتقول عايش في خيرك ولا هعبد غيرك، حاضر في حياتي وأيامي ومليني عبيرك. نتقابل في حلقة جديدة من برنامج ناس زينا. ربنا معاك. سبب وجودي ليك سجودي، فادتني بدم صليبك فكت قيودي. يا سبب وجودي ليك سجودي، فادتني بدم صليبك فكت قيودي.
حياتي وأيامي ومليني عبيرك ساكن في قلبي ملكك يا ربي لا هتسيبني ولا هسيبك وده عهدي أبدي متابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.